السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في المحل ديال عطور النعيم، محل عطور النعيم. اليوم كاينين شي سويعات جداد، بغينا نشاركهم معكم كما شاركنا معكم الفيديو السابق، وغادي نوريكم ساعة بساعة. اليوم عندنا تقريبا واحد 4 ديال لي مارك، وغنبداو بهاد الساعة الأولى اللي كيجيو فيها جوج ديال لي كولور، كاين هاد لي جولد وكاين هاد ديال النحاس. هاد الساعة باش كتميز عندها واحد الشكل جذاب، غنوريكم الشكل ديالها، انتم كتشوفوا الديزاين. يا سلام، ديزاين زوين، وكتخدم كرونوغرافيك، يعني هاد الموديل 3 خدامين وعندها الشهر. الميطال تاعها حاجة زوينة، ما كتصديش وما كتخسرش، وكتبقى معاك ديما وديال الماء. عندها فيها هاد الكولور وكاين فيها هاد الكولور الاخر. سعارة زوينة وكتجي في اليد أنيقة. ندوز معاكم الساعة الأخرى، ميتا هي ثالث الانتباه ديالو عجبتني، اللي هي هادي لي ميني فوكوس. كتجي بواحد الأستيك زوين، قومة ديال الماء، سير كما قلنا. هذه الساعة ديال مين فوكس، كتجيب هاد الأستيك اللي هو قومة اللي كتسمى ديال الماء، فهي كرونوغرافيك، الشكل تاعها زوين، وكتجي في اللبس تاعها الشكل ديالها واعر. اللي كنقول كرونوغرافيك يعني راه كاينة هي ساعة دقيق وكاينة فيها كرونوغرافيك. واحد الساعة أخرى هي زوينة، هادي لينياري، كتجيب هاد الصمتة جلد، تاهي كرونوغرافيك، موريد 3 خدامين وشهر، الشكل تاعها زوين، الناس كيلبسو كلاص. الأثمنة ديالهم غادي نوريكم في نهاية الفيديو، غنوريكم الأثمنة ديالهم. كاين هاد الساعة أخرى تاهي زوينة، هادي النافي فورس، كتجيب أستيك ميتال لون كحل. هادي اللي زوينة فيها الساعة ديجيتال وفيها ديال كوارتز موريال، يعني لو بغيتي ديجيتال كديرها ديجيتال لي بغيتي، بغيتي الساعة ديال كوارتز راه كتبان هنا في كوارتز. دابا غادي نوريكم الأثمنة ديالهم، غنبداو بهاد الأخر. هاد الأخرى كتبقى 350 درهم، هاد دنياري، هادي بحكم معروفة وسميتو راه كتبقى تقريبا بشي هي 350 درهم حتى 400 درهم، كتبيعها ب 500 درهم. النافي فورس ديال الماء تاهي زوينة، هادي كتبقى 300 درهم. هاد التمن ديالهم راه معروف، كل واحد كيبيعها. المهم حنا دايرين لها بروموسيون، كنخلوها ب 300 درهم، الناس كيبغيو 400 درهم. هو هادشي اللي كاين اليوم، وكنتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو، ديرمونا بلي لايك للقناة راه ديالكم، وفيها الفيديوهات متنوعة، فيها كيفاش الريفيو ديال الساعات، وفيها كيفاش كنصلحو الساعات، وفيها شي فيديوهات راه طالعين، تبارك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.